النجم المبهج جدا محمد اسامه. اهلا بيك معانا. مستعد حبيبي؟ مستعد. اسالني. لسه حد بيقول لك محمد اسامه ولا بقى كله اسس؟ اسس. مين بيناديلك محمد اسامه دلوقتي؟ مراتي. درست في كليه تجاره، تقديرك كان كام؟ مقبول. ليه ما درستش من البدايه تمثيل؟ عشان كان والدي عايزني اجيب شهاده الاول وبعد كده بروح التمثيل. اكتر عمل عمل لك شهره وانتشار غير مسرح مصر؟ كبير قوي. صح ولا غلط؟ كل اعمالك ارتجال وما بترتبطش بكلام السيناريو مطلقا. لا غلط. مسرح مصر ده مجرد اسكتشات ومش مسرح بجد، ده كان رأيي بيتقال، رأيك انت ايه في الكلام ده؟ طالما بيه جمهور وفي ستيج وفي الحاجات المسمى الطبيعي لكلمة مسرح، اذا الناس بتيجي مسرح، وبعدين حتى لو سكتش الناس بتيجي تتفرج على السكتش، ما عندهاش مشكلة يعني. الكوميديا محتاجة واحد اصلا دمه خفيف عشان الكوميديا محدش بيتعلمها، صح ولا غلط؟ اكيد الكوميديا بتبقى زي فطرة عند الواحد. مين فنان نفسك يعمل كوميدي وهيليق قوي مع انه تراجيديان كبير؟ كله بيلعب كوميدي خلاص يعني، فاهم انت؟ السوشيال ميديا كلها كوميدي دلوقتي، الناس بتلعب على بعض على اصلا. في مواهب بتطلع من على ابلكيشن التيك توك ولا لا كله لعب عيال وهزار؟ لا لا، في ناس طبعا سواء في الغناء او في التمثيل بيطلع من يوتيوب، من تيك توك، من الحاجات دي كلها بيطلع طبعا ناس. قلبت ام كلثوم وجاب ضحك كتير جدا مع الناس، بتعرف تقلد مين كمان؟ لا هي الفكره بس في مش تقليد، انا ما قلدتهاش بالظبط، انا قلدت بس الروح اللي هي يبقى في فرقه موسيقيه وبتعمل الاغاني القديمه بتاعتها، مش تقليد زي عزب شو كده يعني. ممكن نشوفك في ادوار كلها دراما وحزن وشر ولا دي مش في خطتك ابدا؟ ده ممكن جدا كمان. مين بيضحكك جدا من قلبك؟ والله كل الناس يعني، بس بالنسبه لي الزعيم طبعا. ممثل اشتغلت معاه وكان بيفرش لك الافيه اخر حاجه؟ استاذ اشرف عباقي. إشاعة طلعت عليك وضايقتك جدا؟ لا مفيش حاجة الحمد لله يعني. لو هتعمل فيلم كوميدي وهتكون انت البطل، تختار مين يكون معاك من الأبطال؟ على حسب الدور، ما اقدرش اختار يعني، احنا اصحاب وكل حاجة واخوات، بس ما اقدرش اختار غير اللي يناسب الدور. مين قدوتك في الكوميديا غير أشرف عبد الباقي؟ الزعيم. أس نصيحة ما تنساهاش ابدا من أشرف عبد الباقي؟ ان زي ما انا وقفت معاكم وساعدتكم، هيجي الوقت اللي انتوا لازم تساعدوا فيها الناس اللي هتيجي بعدكم. مسرحية بتحبها جدا وكل ما تشوفها تضحك اكتر وقت؟ بحب مثلا حزمني يا، بحب متزوجون، الواد سيد الشغال، حاجات كتير يعني. ايه الصفة اللي بتكرهها في الانسان عموما؟ الكذب. ايه ما ربيت ابنك عليها؟ انه يعتمد على نفسه. هل تعرضت مرة قبل كده للتنمر؟ لا لا خالص. لو هتعمل برنامج تلفزيوني مين هيكون اول ضيوفك؟ الاطفال. لو هيعملوا وزارة للسعادة ترشح مين يكون الوزير؟ صلاح عبد الله. لو بايدك تفرض قانون يغير شكل العالم هيكون ايه القانون ده؟ الموبايل يلغوه. تجربة قاسية مرت في حياتك وتعلمت منها كتير، ايه هي التجربة دي وتعلمت ايه؟ لا كل تجارب الحياة العادية اللي هي بتتعب عشان توصل لحاجة، ياما رحنا عشان نشتغل، ياما عملنا قبل مسرح مصر عملنا حوالي 50 مسرحية من خلال الجامعة ومن خلال الورش الفنية ومن خلال مسارح الدولة، فلحد ما وصلنا الحمد لله اللي احنا فيه يعني. لو هتعمل سيرة ذاتية لفنان كوميدي هيكون مين؟ الزعيم. لما كنتش ممثل تحب تشتغل ايه؟ حارس مرمى. حارس مرمى؟ انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ زملكاوي. شكرا ليك، شرفتنا ونورتنا حبيبي.